الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفضل النعيم المقيم. ثم أصلي وأسلم على النبي المطهر وصاحب الوجه المنور، النبي المهدى والنعمة المسدى، محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه ليفتح به أعين العمياء وأذانا الصماء وقلوبا غرفاء. وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وعلى آله وصحابته الكرام ومن دعا بدعوته ومن نصر سنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني وأحبائي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعت وكل بركنا ما يدري يا بيا بكم يا سيئة أرحي ربي سبحانه وتعالى دوريني فروا بها عند انتوي الدوري أخيرا لك اللي تمعوا يتمتما يبكتتنا تما يبنقلم يتما يبكتتنا كما توعدي اللي ريدين لما يتكاكول كيكم تنكسي بالحطوها يتا سورة الصافات. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى لما ما ولد الله وإنهم لكاذبون هي الملكين يلي ولد يلين وعدي رب سبحانه وتعالى هي ملائكة يسألون هم مشرك العرب مرحوكين لأنه يهود عزير بن الله اتكعت عينينا، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت مشرك العرب الملائكة بنات الله ملائكة النساء جديد. توعد رب سبحانه وتعالى كان لي ردك أحسابه يصطفى البنات على البنين سيدا يدور التنال بنا يقول يا رب سبحانه وتعالى ربنا يقول سيدا يدور التنال قلت يا لكم الذكر وله الانثى تلك اذا نسمه بيضاء، لانه محاتب وتككي سنين تحب ساكي لكم سنين تحب ساكي سنين فرق على يوحنا بورتانا، لانه اكل بورتانك اقرب بورتانك كتا فرد اذا الجن يلي نارك بنا لليوات حيث هذه يعني وهم عباد الرحمن كريم، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني أشهدوا خلقهم يا رب سبحانه وتعالى يلي سين عبادة جنيه الملائكة كاي سايدا يجيني شو كان جنيه كان سيوسيو عدي ما شو جنيه هي كتير هي أنا منكم وهم لما هتود دينا سيدو حاكا يلا تا سنين عبون هيني نعبون جنيه مي هيني واحد كريه حاكا رب سبحانه وتعالى يعني قال انها يلا ملائكه الهبالين الوعد ودري سايد يلي سايد ادوي الملائكه عباده قل سبته رب سبحانه وتعالى ما لكم كيف تحكمون. سوري معي المحاي لتول المحاي رب سبحانه وتعالى لتول المحاي ربهم بيجي رحس الله تنفرين كسمتهم كسر مرابي عليهم من درستانه أفلا تذكرون إن كانوا يعني يدقون في القصة كهن أنها برساها مرتك تقول طوما مرتك كان تقول مدن الله يا رب سبحانه وتعالى أفلا تذكرون كسنا مرقيا مرهنا سنفر من كادو يعني كسيا مرهنا سيني نحينا من كسكادو تمسيس مرهن لكم فائدة يعني بلاد التبري نمر الجيه أسليه سني وإنبه معناها اللواء ويا مر الجيه ينكسليه يكسر النمو يعني لا تسأل الطبيبة فسأل المدرب لا يعني لا تسأل الطبيب تعرفه لأن محاي دكتور نسر نيا وما تقولي تهتم جي تجيه يا مريا كاك قايلين يسيرا لأن أمري خبرتها كيري كلا يسكر عني طبعا بنا دم في بنا دم تربص هيكاتك بنا دم تلوك إني جيا وعدي لكي يكسر إلا سنفر ربما يكسر كاحيس إني إلا سنفر
رب فرمو تتكادو براي بعسير ساكادو كسكاها كسر من المروا دبوم نرسيني لحين الكس تمسيسا تمسيسا أم لكم سلطان مبين كنا يا سوكي الدليل كما يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين رب سبحانه وتعالى توكل لي حدك تبتينك أيا سوكي بقتين لك باكين كبتحين سوع كانت الملوك يعني أهم هذا سيرك الحي يملك ملائكة عبودة سيرك الحي عن التكين لكن عبدون بسوسة عبودة لسيرك الحي عن كتنة التككين ما هكيرك التحي فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ما هكيرك التحي أما يعني مخطر الكتاب يا يلي كتنا يلي اللي بولس إني تونترين يعني كتاب يا سينما هذا مرسوا هكيرك التحي عنك الظاهر كتابك كي أنا ما يعني وكل شيء يعني يكتب عليه لكن يعني كتابك كيف تسمى كتابك تكون تكية الكتب المقدسة كلام رب الأرض والسماء فدنا بني أوبا يا رب سبحانه وتعالى اسمع على الدور اللي هي سجن فرح وبيها يا بيا بكيسيا كتابك تيسيتن يعني كتابك وقتو حتى يعني كتبوا بأيديهم سنشرة في رسالي قالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله أهم يلي يا بيني سنير بسيارة يوم يلي كمكنا لكن إيه أما ما يجينا نهين انتي دلك السر كنيرو وفكا هم كلنا فأتوا كيري كبتح بارك تحي بكتابكم أما لتون كتوب يا لتون كتاب يا إن يعني سبوا يدي عبادة ينكي تنالكي سبوا السهل أبليها نملاي سنم لسكتوب بارك كيري كبتح إن كنتم صادقين نمة كذا نمة نمة هكذا نمة وجعلوا بينه وبين الجنة نصرا نصرا أما مري أتحتر مري لأن معاه تقول تكيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني الملائكة بنات الله مشرك العرب انتهى وعلي وقالوا لهم من أمهاتهم هاي يلي سعيد على تلك الملائكة كيري كنو تيجي هاي جني جني تو يثبت ربي سبحانه وتعالى رد كير الأحسماء يعني وجعلوا هينه بينه يلا كي وبين الجنة نسبا كي كي يلا كي جني فلا النسب يلي مرايا مبلو حالي مرايا يلي مرايا كي يلي جني بلي جوا ولقد علمت الجنة إني ستكر فيهن إنهم لم يكونون أعذابا يحضرون أعذابها يماتون وانا كينك هي يلا تليت هيا هيا مريت أعذابا يحضرون ما إني ستكر هيا كبر فيها لأنه يعني الشيطان تحليه جنك جنك يا جنك يا لكن مع أنه يعني الشيطان تيلا بحليهم يا حتى أمة سير كاحنا والله العظيم سلك بعد أبيوها لأنه مقوم قلت ما يقدر كامل لأنه حال تفوتك حتى شيطان الرجيم يعلم أنه عاش إيه أرجوه يا أرجوه يا مطم بس أرجوه يا مطم صغيرهم يا بيته دلتي بقول يا لكن يا رجي يلا عسين كلهم يا رجي لكن مؤمنتي عدي يلا عسين مفرح شيطان تكال لباهي نفسية كال لباهي تكيم كايرو حيه دقالتك كانوا دائما نغريتيا لأنه معصية تفنى غريكا تكي إن كد صلاة روبكا تكي مؤمن تينا بسيكي روحيكا لكن رب سبحانه وتعالى أوي قلسين عبدوها داعي الداعي يعني بناء بنادا معرفة يعني سيحايا أنه معصية ما بقى أبا هو ما أبا أبا يتمتا لكن محاية تكو تكي أسوك بدوسا يا مريكاك أحسنها عن بحتها قلتوا صفر جدا لكن كاك ضرورية محاي وكاك اعتقاد محاي يربوا إذا البيع نظر بمعنى كلمه يختار ولكنني أحبك أحبك ما يطيع بس أنك حيو كبك لها يمرك حيو لكن أنا أني معسيت بغليو لكن إنا أنا معسيت بغليو ما كم يريد تهتن لعوسة حيو يربوا لكن إيه اجعل حبي يعني فيما اطاعك معاي يعني سببا لمغفرتي
يحط على السبب يربطه مع كوكو يعبد إلى أمرك حي يمكنني ويقدم بإذن بك على السابق سبب ربي كل اللي بطلنا بس قرسي منا سلة بواها يا أمي قرر أمان سلة بك سلة بك كان مسع السلة داعية وعد معي يعني كل أمان يعني سننفو حرسول لي يعني حديثي حلو إن داعية أنا دعوة يعني كل اللي قتل قلت سلة بواها يا النمو أمان كيف وعد سلة بواها انتين كيف وتككي هاي وقتنا تبطل كل القرى الرحمن لأنه توي سبته رب سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين المؤذن يؤذن إلا أذن بقى يا ابني أذن لماذا؟ ليدعو الناس إلى طاعة الله يا ما تريد كده يلا أمر القرآن كده يلا أمر الله قرآن وأنا ندرك كنسة أذن بقى أذن بقى يا ابني معصية ما بنا لا أبها يا أسوك بقى يا الدربي يلا فنسي حسابك قام ورس لكن إيكا سببته التنفجر سيحسن وعدي يعني عذرك اللي يبعين هلاك يا رب سبحانه وتعالى محمد متى دوري يا مرا هنا دوري يا مراي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا صفة المؤمن صفة المؤمن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني منافقين كيف تسدوا يا مرا المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعد أولياء بعض بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق يعني إن كتاب مرة منافق تنكنا معرفة نزل سحنا سوا تهلكتو لأنه كاك أمريكي هدف محايتك وكفل دائما محمد مطقتك يا يعني. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني في الذين آمنوا حتى قسم حب دلوك إني ويا مؤمنين كدل كدل رج ده دلوا باسيها باسي في العتمين نكا محمد مط يا يقول لي عندما يا يقول لي جيت كده يا يقول لي إيش كيسان مجمع ما قريب كوي جرا ما هي أن لا حتى سبتين كاتا يقول لي كاو كاي وداي كاتو كاتا لي فيعني كاين أنها إيش هي اللي تلنا لسه محمد مط إيش يعني حسب بس أنت كتير ثم يدعوهم إلى أين؟ إلى الضلال ليكون قرين الله هاي ودا يحكي لك إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير تم كيف الشيطان تبقر سبايا يلينا بوايك لكن يكون وجعلوا بينه وبين الجنة نسب يوك جني فلا يوك جني فلا تسليه يسكلين لأن ملائكة لدى الجنية إلا ولقد ما كان لكن علمت الجنة إني رجعت الجرفة إنهم كما مريا وما نفنا سيحسا يلي يلا تردها نجد سيحسا حين ويتي أبا ملائكة اللي سنالو جنة دلي يا مري لم تضرون تقلوا في جهنم لا جهنم بقالة يحضرون وانا ما قلني سي تقلوا في قلنا هم نيان كنا بلا ما قرر بيهم قلني دي قادم مرايك هو ما معسية لكاتك ورسول الله وحيا قبوا يلو ملايكا لدني يانا هم قلني سيه معسية لكاتك جهنم مرايك هو جهنم بل يلي كنت قالوا وان ديك هي مرايك يوكبوا وانا ما لذلك العاصي يعصيني وهو عالم والجاهل وهو يعني والمطيع يطيعني وهو يدري يملك الله ان ندق قرفه يقول معاه كامل عليك دقالمو يملك عليك دقالمي دقالمو وما دق قرفه يملك الله عاسي يملك عليه ان هي كادو معصيه بغير يعني ما دق قرفه كافر تكلو وما نقول لك انت قرفه يا ريت سبحان الله عما يصفون الله سبحانه وتعالى يقدس نفسه ويعظمه ويشرفه ويكرمه لأنه محال تكاين كي صفاته الله سبحانه وتعالى تنزه عن كل نقصان
وعن كل شريك ويعني ومماثل على كيها اللواء يا ربيك سايتونيك هنا بنتي وكلك أبو النساء دلائك يا يعني مدرك أبو النساء يسيت رحتا تنفرقاها إلا الفرق الدنيا كاحتك إنا كلام الفضلاء يا حكاية الطريقة تالتا كعامة يعني لتكون معنا له يعني في هذه الحياة الدنيا القصيرة. لكن رب العزة جل جلاله أقول إنها حوحية والسدنة إسك ترتنم السدنة إسك خارج يمن مالي هتلوم المفرح نمك ما يتحيه قدري إنما أمره يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون كن فيكون تجد الأمر له الرب فعل لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقل لحكمه ولا راد لقضائه. يصير فريما ما يصير فريه يعني الحساء بنا نسيسا لكن بين السهيمني أبن فرام الغرمي إلا أنما الله سبحانه وتعالى يلي سلبه بسيه يمرها سلبه بسيه يمرها بليلنا إلا أنما إسي ليلته النموه قولي ليلة إسي التوسر يمموه أحولنا مثلا يعني سحل تمالي إسك يعني أمر أعتامي تانو بسيه تمالي ترب لأننا بليتها لأنك أحيدها إلا عباد الله المخلصين تو يعني تو رب سبحانه وتعالى إنهم لم يفضلون إي وعديه إلا عباد الله المخلصين يعني يلي طاعة يلي عبادك إن النها يلي إن كنت بناني إخلاصا يا رب يعني معك فرحبك سري يمكننا سري في حديث القدسي الله عز وجل حديث القدسي الإخلاص سر من أسراري أودعته قلب من أحببته من عبادي لا يطلعه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ما تري ما عم بالي لأنه معاي إخلاصك بيانا من السر إني فرن نعسي صلحك فرن هاي دابسي ملائكة يتي أكتبك إذا أدك أكتب دولا هنا شيطان تبقى يسجدني أدك أكتب دولا لأنه أرح تأسر عليم بذات السرور هو الله تأسر مكة قل أسر القول وأسر القول وأجهر به إنه عليم بذات السرور يعلم خائنة الأعين وما تخفي السرور تبقى هلا مقول فإنكم وما تعبدون كيف يطور سبحانه وتعالى فإنكم اسم نمات وما تعبدون سين كيس العبد ده هاي تعلم تاني من الجبل مكينو يوسف ليه تختلي هاي تاني لكن وهو غادي أم لكن إسي عبدين آلهة طول المستريح يكيه يمرا كيس من كيه ما أنتم عليه بفاكم يمر دينه يمرا تنجي اللي هو مقصان يطاعة بقول ليس لك عليهم من سلطان أطلب يقول لك كأمر كتب لا سبيل لك عليه ولا شيطان مالي ولا داكي حد مالي كأمر دينه يبقى نعم صاحبه ترى عوصيك أبوك هاي تيريه كتب لي العدون كنا هم فرقه لو حتى نجحبه مريك إلا من هو صال الجحيم إلا جهنم كي يمكننا نمني لعلاقة لكبيرنا من الفريق لو كان مختوم عليه يعني فلنا هي المها وكل ميسر لما خلق له كل المنطوقة إلى الحسين التوقيت قال لك وصدوه قلت طوام يمكنها قرأي كويتا وصف قرأ أفطور قرأ كي كويتا فكري بكا طوام الكريم لها بلوه قلت مرتب مرتب هم فردوه وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يلي رسول عليه الصلاة والسلام إلا أما وما منا إلا له مقام معلوم طيب قرن يلي يبا لأنه معاته بالتكيد بنقل يعني صحيح مرق رسالة وعدي عالم يقوم عالم التفسير تفسير تكيد يلي يبا عرب فارغين ترتبه بالتكيد في الاحتفال لأنه معاته بالتكيد يبا يبا قد العداء لا نسي تقرأ سبيا
أرجوان توعدي تاي رب سبحانه وتعالى نار سياب ينبريه تاي تتر ننجر سيابا أكتب ما لأنه رب سبحانه وتعالى ولنا اللي يفهم سيهن للنوم بسنين كنت فهمي أول مفسر القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبينه يعني ويبين أشكاله إنتك حتى بريس أكسبته يعني رأي إنتك كيف فوز أكسبته سنما اللي بدي تما يقول لك أكسبته مين رسول الله كا قلت تما ملائكة يبتع ملائكة يلي سيدا لفك يريه يا نسي يبتع يبتع وما منا نحن مالكا إلا تلك هكي ويتكي نحن فرد الموتك له له مقام رحيا معلوم يمكن تقرا عنك اللي هكوا لك يا ابن كنا حرم الملائكه ما يفعل لانه معها مسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان هنا لكن في اي حاره كانت يعني كل حاره هذا كل حتى كان في هذا يعيش يعيش يا مريض توك هذا الكار ده يوناني مسجد كي يعني اللي عنده حاله توك هنا ما أنا يمكننا نقول تقول لي ميتين إلى قيام الساعة يلي سبحانه وتعالى أتتمكن صلاة عبادة الله أتتمكن سجود وقع سجود عبادة الله أتتمكن ركوع عبادة الله إلى قيام الساعة مو يفا يهيو يتابع توم الثالثة ركوع الثالثة فلما لا إكلتو يلقي ما ينتهي إلا إسارة حيالا اللي يحتوي له مقام معلوم يمدقه أنا راح لي لكل ملائكة لأنه الدين كنا هي اللي رسول عبدوصيني الدنيا عرانكا الدنيا عرانت لك وتككي فروا جيتا أنا هي بلو بالسهتة لكي ما جيتا إلا ملائكة إبابني أما سجود اللي يعني هو يقرب بارو معنى فروا ما تأيب عرم معنى فروا ما تأيب فروا ما تأيب توائل التمائل تو ملائكة نحن كورا لنركب توان لجيل المالك أول أتني كأجل نهاية عبادة لا أتني هيك هاي تهتر أرحلا حتى يعني كهر إن أرح كور سمر أرح كتني تير دكار عبادة كتني لم يسايت عبادة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون أقطع المثنى انت فكر على جيل الأول أبدا وقع تبي يلا وإنا لنحن الصافون إن كانوا كهن إنها يعني الملائكة تصف عند ربها ملائكة يلي قريلي صف صفي حتى طهو صور السلف ننتفك سلاة صف كان احنا من الدهام يلي صف حق دحا يلي سلاة اللي مزي ملائكة كانوا ركيبا أيوة ركيبا يعني ما من السلطانة ملائكة يلي قريلا بتمسونا كيف كانت تسجيل لي رسول قالت انها يعني قرانك نارسي مفسر ارجوك سلمي صلى على رسول الله يعني ما من السلطان ملائكه اللي قال لك تم يا رسول الله ملائكه اللي قال ما من السلطان بتاع ابانا نهارك نارسي سبك بني ارجي هي سب في الفرس اللي من السلطان السلطان ما من السلطان توم توم السلطان السلطان او لا يخالف الله قلوبكم أو صرف أكبر سيري كي كنا يتنجي صرف أكبر ستين فلالة خلاف سين الروح يعني صرف أكبر ستين فلالة اتكام كي ستين فلالة نمو هاركي تكحية كي بلع طوال صرف أكبر ستة سنانية في جميلها يعني لأن كل صرف أكبر دينا أسبوع للرحمن يلي رسول عليه الصلاة والسلام يلي نمو ربا هاد أرضي يقلبها كيف يشاء. يسهل اللي فرنا الكرسي تاع. توي سبت يلي رسول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلبي على دين. دي رسول الله قرأ قرآن مع سهل ربو يسر قرآن قرأ دي جاهز مدينكم. ارتدادك يوحد بس دينك دربي يقول لك كروسي تاع. وإنا لنحن المسبحون نحن ما أكملتني إيه لنحن المسبحون لكني ربهم ما كافوا فإذا التني تصبيح لما نسيب ملائكة كافوا دا
تسبيحك يمكن تحكي وتهي سبحانه ربك سبحانه سبحانه القدوس ربنا ورب الملائكة رب الملائكة والروح طول الملائكة وكيف يلي رسول الله يعني إنما الأمر سيكون سبحانه القدوس ربنا ورب الملائكة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان كنا خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تقدر برا عيسى من يودى خفيفتان على اللسان المهمة لبود يدكتري التري كتبع إدنا تقول أسبب وكل ورد تنى والله تنى والله تنى تنى كي ينمو تسا ما أردك هذه الفتحة المهمة لكن ما صدقت قلوبنا ولا ما نطقت بها على ألسنتنا ولا ما عملت لها جوارحنا لذلك الكهمة ثابتنا محاها نسر قبل من ما سنة نرى كهمة يابنا لما يتعلم كي تتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إياه النمو إن كدت تيكي حركة عقاب إلى النبتنا يقرس دعوني بالحسعة إن الماء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أربع كلمات قرطاي إلا سبع كلمات فينا يتكا يعني ربنا قد وعد تتلح بها الحالة تحب يكون وعدي طوح حالة يوم تصبح سلطة الله وإيما كثير مع يلا فينسا يوكي ما يعني أنا كل حب إن أردتم ما تتكي يا والله أنا كوب جريك سر راهي سيدي حد أفرع عن جرق حسين سيدي حد أفرع عن جرق حسين أسا أقواس سبع سلا تقبع هاي تبي توقت فنا اللي تنطف إلى كي أما أفرع عن جرق من دان من خان ملاهي إن كي قلوك مو بيحتي يفرع عن جرق سبحان الله بحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ولذا كلمات يا أخي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يرسل قبل ما يهدى هو يسعد الجدوى لن يرقى فريق الدين من ما حكر ما حسوا يلي فايدة ليه فايدة أم اللي ما كاك سرقت كرسي سنة كريم كوكور سوعدي فريق الدين من ما حكر ما حسوا وعدي كما لعرسته فنور ما هو وعدي تنمت دنكنا كافا للسمحات من بيانت رأس لمن وإنا لنحن المسبحون نيجي قوفا للسمحة قوفا للنمس وإن كانوا طبعا جرسية بكادو يو طبعا يعني مشركوا قريشي بحيب مرفا لكن برسم المحلتا إنا طبعا يربي سبحانه وتعالى لكن طبعا يقول لي آيتا يا بصايا مشرك قريش لأن آية بستين لك لك أن الكاهن يوم حال ملاك اللي سيدانو يني قيت الدول يعني إيجي يا مراكب يلا فنبايمين الملائكة يلا أبتهت الفايدة كتير تامر يا دي لك لا تمر إيش قدري يلا سيدانو يها مراكب يا رب سبحانه وتعالى كوي سبته وإن كانوا تكيو يا لا يقولون أربك سجين يا مرا تكيو محايا أربك سجين لو أن عندنا ذكرا من الأولين معاي دومين مرة ربك توبة نفسه من أمران أعلى وأولى مليون لنا شكرا بلا نمى وأقسموا بالله جهد أيمانهم معي معا لإن جاء إن جاءنا نذير لا يكونن أحدا من الذي من إحدى الأمم نهر سيو خمير اليهود كي نسار كي يسيم ركوب نبي فلما جاءهم نذير وما زادوهم إلا نفورا ما زادوهم إلا نفورا كتابة من مركبة النهر التاملة يبقى كده سارك ومن النهر حفنه طبعا يبقى تروسك إلا أبو القرآن كم فلهم ميوعدي يطول ما ذاتوهم إلا مفهومة كاكي أبي يريد أن تحبى رب سركنه وسي السبب إلا يقولوا أن تقولوا رب سبحانه أبي سيئة اليوم أن تقولوا إيه لو آتانا معي لا أن تقولوا يعني نلي ما تامل إيه لو جاء مثل يعني أوه نعرف سمر لو به القرآن لو به يعني كتاب لنا كتابنا لو بام لا ما هاي يعني ننور أجمن نعرف سمر لو بيرد أجمن نلو نيجو دوسي وقت تندا بني دكان تمرد إنت أنا مقسم فنان
يلي رسول فرمو تتكين كي يسيب الموتار قرآن ربكم معتوبين الكتوبة كي يسيع الكتاب كين لو بسن لكن رب سبحانه وتعالى آية الكنوة يبتو ولو أن عندنا ذكرا من الأول نارسما ربكو بتنا كتوبة بسهل من ولي الحينية لهم عباد الله المخلصين يلا عبادة حتى لو سهل معكم يلا عبادة حتى لو سهل معكم لكن إيه ما حد تكبر مودي أما القرآن كيف فرمي تكيف فانتميته من مياه بطر فرمي يبطرين يبطرين فسوف يعلم طبعا هاي تهديد ومواعيد يعني شديد طبعا كتا تهديد رب سبحانه وتعالى فسوف يعلم طبعا فسوف يعلمون اليوم وضرب الله يعني أبطاله ينسي مكه ثم ما يتوقف سر بلتوهن فسوف يعلم سر سنها رجلون سرها سنها رجلون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم ثم لترون عين اليقين يلي دائمنا بيا كان يدوم اللوك يا كان يدوم اللوك يعني ما مدعى كان فلنك مدعى يدوم حتى ولا تكن للخائنين خصيما خصيما مكني دعوة خائنين خائنين هي أبو كمكي محاميه كيف كده في عمكي نفسه أنه كم يقول لأنه مكني يلي زالمين مكني يصير نفسي ظلمه يا مرة ما كحني كيري ظلمه لكن يظلمه يظلمه حتى يصبح كطباعة يعني كطبيعة البشرية بنا دم دقر اللي قليه يعني طبيعتها يلي كفطرتها يلي كنا اللي قليه أو يصير سمحة لبا يا ربي يا مبركة يرجع تتوى أكبر منا بيا بسي هل يكون قلبك مع أبي أم يكون يعني مع الصغير لما يدوك عليه يا روايته يا رب ارتحكوك حل الناس وكبرين يا برنا وكاربارتون يا برنا وكاربارتون قال يا بره يا النمو كلوا وطفوا ما نمتك دروف بهاي أطول ربك بيا كهر الحد ما ضد لكن لب يا بره بركة قلت ما بيا عمو وحلاتي تفري بكتلهات وصف كحبرين فريوا ويا يعني ما ضد لكن لب يا توبرين يا مبركة التهاب بالنهتان لكن كهر النهار كفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يلي فطرتك كنا بنا تنتقر الله إحسانية يخلقه محبط حتى فما بال ربنا العزيز الذي خلق الكون بأكمله ويملكه قلنا انك قلوا قلنا هي قلوا يعني أمكك وقتها يا ربي ما حكت حتى لو كان كل انت طنتك كي لبي أبدو قرره يا مبرا أن هي لكي كسر روح القريس قاي قنوكو وميني بيا كاريا النعس لك يا ليلة فالله سبحانه وتعالى معينا حتى دعاه وطن خي هذا الوعد يا ولعزتي وجلالي ذي انت هي اللي سنبنا الجديد عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لأنصرنك لما كوحت ومكوري بك دعا بسكتي ولو بعد حين تواي تمالك اللي حفظك يوعي النعسوية أو هي كومة روا وهي كومة ريم الله سبحانه وتعالى المهم نقول إنها ريوها دكتها أول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله لا إله إلا أنت إنك سبحانك إني كنت من الظالمين أو هم نجد يعني لا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أو أفر عند رب السبوة الككي بعدها يعني قلم معجين من رب الأرض والسماء لأنه معها أمر حنكي التهتم التنفر التبع ما وعد نارك حسبنا الله ونعم الوكيل إنما تخاف من شيء إلا فريني تبقى يلي جنوب شرك تيك تكتير لي ستي نعم ما يستاهل توعد يا ليلتا هي ليلتا راح عتل تنجينه قوة اللي بالسورس إن قوة لرب ليلي أيوة ما دام يعني قوة
كيف تنشري ومين توي سبته حينما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معها إن الناس قد جمعوا لكم كيف ينين وعدين يعني قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مع حق لسيها بعد هذه الآية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء ولم يمسسهم سوء شوف عندنا سبب هو السائل لك السبب هو السبب فانقلبوا بنعمة ما عندنا غيره فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يلي فضل يلي مضو يلي معاني حد يعني تقولين سنين دمعة وما نكتو كنجيها هنا نما يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام مما لا كهما السيدين يعني وعدين يلي جنيه ينجينو كادو ما مكاري أبدي أكيتان كاي جنوب بهاي تهتم مكاري القوس التهي هلا بارك خلي هاي تقاد دمود دا لكن مكاري إلا هاي تهو مبتقى إلا هاي تحزد إلا هاي تباب إلا هاي تهو مبتقى كي وما مبتقى كي مكاري كمون إنا تهتم القوس التهم وعدي حينما يعني إيه نتوكل على خالق يعني على خالق المكر وأصحابه مكري كي وما مبتقى كي ومام تاربهم كي دينيه يا ربي للتوعد لذلك يلي رسول كامل سيدي وعدي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد توعد يلي والله فوقاه الله سيئات ما مكر فوقاه الله سيئات لك أن سلمورتته أمر عدها لوعد ومر عدن مر عدن كاعد مر عدن المحدد طيب يعني يوقف وقاه الله يلي كاحتي 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 يعمى من سيئات ما مكروا وما ما يكاها بين أمم الدقاء كاها بل سن أمم الدقاء كاها ولو كان مكرهم مكرهم لتزول منه الجبال على نبو روى كلمة من الدقاء فمكروا فمكرنا والله خير الماكرين والله خير الماكرين وصل مالسيرين هم الاسنين مالسا يتابقين كي ملاك التايسيين قلت لك ملاك مالسا يا ملاكين مالسا نهر الملاكين دين ربي لين تكفر لين تكفر ومجدين رسول هبيني عليه الصلاة والسلام قاعدة ما مالسيني حتى بابا هبيني ثم اللي هنحدو قاعد يعني أبير المر بلا أن تلقم من بيقاتين كي قراكو أفل صورك حيان جيب الليل يجيب تمرد إلا كهر حنا خايي بلا أن تلقم من بيقاتين كي قراكو أحتاه لين التمى وعدي بلا أن توكي بلا أن تلقم من بيقاتين كي دين ربي لين التمى لك لا يكهتب لنا نبي الله يونس عليه السلام إلا المر قلنا انت أمبورك أمبورك إلا الدم نتبض لكم به وعدي إلا لترك راعي وتمقل لي وعد سيدي حديثي أطلع لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين ماذا بعدها لك المحك النحا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حبسته عندنا حبسة عندنا ما تبدعي لي عندنا تبدعي من دفاري من لك لي يبقى حبسة وعدي هاي أصحاب يعني سورة الكهف كتلا لما كتايسن لي هنا جبنا لين باكستان لما كتايسن هنا لما إيه وعد نمو ينمو له يعني كدينا والنصا أمريكا كي يني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تريد هذه أبدا توي باهل لي توي كرسي كتايسا رد كان أحسن لي أما جنة أما بستار بلتيت أو عاك فرط للذي خلق نحن كخاء عبد وسيد يصير عبد الكفر فوق يا ربي لكن أما بستار بلتيت أو عدي قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إما فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي أما عن قرأتها مكاة أو يتم التأثير بيقوغن التكفرين أما عايقوغ يقوم تأسيسا مع القوم بيسهيه ليرسل عليها حسبانا من السماء أو يعني هنا كنا أما تيت الدرجة تحت الليل أو تصبح ماؤها مورا لن فلن تستطيع لها طلبا لكن أو اللي تنى لا يسيوك ما بيتا معها كهب اللي بيتا عن رهن بقل فاقتني لكن هي طبعا أما مستان تلتين هو عديد أهم يلي فايدي كاس حالة للمتا يوكي كيف أما عند روكتا كنا مني هي طبعا
يستر قلت ما شاء الله او انا وحنا يلي رسول كنه ربنا عليه الصلاه والسلام على ماذا هو تعجب يهتم تقلب وتككيني قلت ما شاء الله يلي فايدك يلي فايدك تحياها وعديها بلا تبتيعك للي هو يقدر تقلب كان الدنيا يبقى قد تقلب انما عدس من يهتم لين تقلب ما شاء الله إنتي لكن ما شاء الله هم يحب عليك يا رب أنتم معها أعم قرب أحتلك هو يتصحب ما شاء الله لا قوة إلا بالله التركة وعدي كاهو هي يا خير قول أقوى أرحى يا رب عز جل جل فسبحان الله كفلك جاينا مغلق أن معاني أنك إبن أبليه لني وهو ما بلق اللي وهو لا بلق لإنكتاكين فنلا زينا في الأنفاق زينا للناس حب الشهوات محرم تحت بحران تبتك تبكيني من البحران تحته كاكي كليلتنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا إن كيها الدنيا الدنيا خسارتهم أبا حال إن كيه أخير كيف فلنبكي والله فلنبكي يعني ناكي وبين كلام رب الأرض والسماء نهرك يا ابن في مدفين يا طلع يعني في يلي كفر يبدي دفيك يمكن لها تهمر تهمر أهل عقوة تعجلون سوى يتنوى محا لما أمي هاي تريك كانت أتحور والله يعني قلت لي هاي تريك محاني كرات لكن محاها تقول تككيها يعني فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يعلمون حجابا مستورا هل في ذلك مع كار مع الصحيح يلا مهدي بصيرا يلا مهدي بصيرا كيف فكفروا به فسوف يعلمون إن أبلون ما يلبسوا من التقليد فسوف يعلمون طبعا ربك بالتقليد فسوف يعلمون نسيها بلدتو طبعا يتمحوا بالتنقوة لكيهن قد بكاب جهنة قوكي قد ستة نحجنة قوكي قوة ستة نحجنة ودي أدل قوة بلد قوكاد برسل بيان فدا دو مفتبر كبو عبسان فدا بيرا قادو نمكو هلي قوة ستة نرقل سيكو حلقو سولي سان فدا أبتن كي بحسي بكي بس ران فدا سر رايه نمّا دفع دمعتين وقرحسان فرع يلي قرحنا يدير الجنة نفسي توم إذن نهاية بس الجنة لأنه دبعيني ولكي الحيوان يبقى في دبعي مرناه بس طويسة خسارة لنا خسارة ولك السبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين صلى يا هاي طبعا دابوا بعدين تبرموا تلت الكافية إن الماء سبحان الله اللي ما بعد عن تلت بقص بس ولا أدن ماك مع هاي ما حد تبرموا تلت ولا حد ملاك يلي هدايلو يجيني وصل سنه يا مرة رد قح سلامي وأنا أطلع أنا كلا ملاك قح سلام الدنيا عدوسة ملاك تبرموا الدنيا عدوسة ملاك كني ما غني برسي ملاك يلي ما يلي سيرانو يه ما أطلع تو ترى ما مرت يا به يا بيان قيلك رسولنا كاتب المحاي هاي أنا أبو بادي دير أبو سانن كين ده أبو بادي مي حاجة دي كتفت كين دير أبو سانن كين دوي سبتي يلي لك سيد حطو حطلو ولا قد ما كاري بتنا سبعة توكم كلمة تناني مر لا محاي عبادنا المصلين نفر وتتهي أبو نوين من نكتب فيها لكن أكثر نقول مسانا أن إن العقل قاعدكو ما حكا أبو هو بنا دلت سفتين لسفتين أهم تطريحة قدية ما حا ما حادني تطرتني ربكو ما مرحو هاي توي توي تني كايسي إنهم لهم المقصور يفروا تتحطوا قيلي إيا المركز ما تقر إنت باحتمال إن الماء كتب الله لأعلمن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز يلي قنا يكتب قبك عليك وفي أمتى كتب الله يلي يحكمه أي فرض الله يلي يحكمه لا أغلبنا ما يسويني ورسلي يفرموا تتهمي
من الذي يعارضه؟ ومن الذي يحاربه؟ ومن الذي يقف أمامه؟ ومن الذي يعني يصد إرادته؟ هي كيف يجبرت الدنيا؟ هي كيف وحل أحته؟ من الذي ينادي؟ كان تنجح الليل كان تحيل من الدنيا ما ينوي لا في الأرض ولا في السماء على نار ولا بارو ميو كأي إيا يربو إيا هو قول السامع كفر تباتي مارغان وإن جلدنا لهم الغالب نعندي ما يسولي ما يسولي نعندي ما يسولي نعندي ما أكتبه تكتين يلي رسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل الغار يعني ومعه صاحبه أبو بكر إنا رضي الله عنه دخل عليه وعديه دبابته قبلها فلسلت ما دبابته ثم هو رسالة يا إن أوخن البيوت لبيت العنكبوت يا جندنا يا وعدي أسكر قبل قريقة كي هي كاك ما عن ظالي لأنه معها كايجي نقدوني تكاي عندي كاين عيتنا مروزك سنة قلتين بس انتحاسك يا أبو سبحانه كاين عيتنا بس هاي عندها طبعا سيد الأنبياء يلي رسول عليه الصلاة والسلام يعني كانت هيك تأسست ما قبلها التالية معاي كن قبلها فارفتني يحتري عروعل عروقين كي قعري يلي كي يعني لكن تو قبلها فالعروقين كي قعري ما منين لماذا يعني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما إن الله معنا لا إله إلا الله حبس بس عن قرب حبس النار إن الله يعني هاي ما عندتي محزون كافية ديك قيسة محزون ما عندتي ما بو قسم أكاد الرعيتة ما بو بكر يسي سبتين لما يلقى الدم لي والله يلقى الدم لي وإنت استوى يلقى الدم لي يلي رسوله فوق أهل سكام ما هاي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا إنما يبقى قوم نسبتها قبلها الدهك حيوه قبلها الدهك قبلها مسلم قاعد حنا يعني يلي يسلع راك الفوى بلا لا بحيلة أحد باعت مرن لكن أكل رب العزة جل جلال نعم للمحال إنهما كانا في معية الله سبحانه وتعالى ما دام يلا الناس قل لو كان في معية الله فإنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ما دام يلا النفس جنب ركويه يلا نمنت متبلا يلا يملكها نمنت بس إن ربنا هنا النقو كن نمنت توا يبور القفطة ما هي مبلا نحن ما يسيب لنا جاي ما بعرف أسا ما يسيب فتولى عنهم حتى حين محمد أتوسي كيس أنكفا دبوا أنكفا أيوه ده يا أنا أيوه لكن إيه نبني فني وقت الجرب كذي أتوحر بكذي حتى بهذا لبسة عم فواسيش كل كام يوم أنا أتكلم وقاتل الذين يقاتلونكم أنا عدي هاي صار رمي أمر سوى عدي وقاتل المشركين أو إن واقتلوهم حيث من حي يعني حيث وجدتموهم يعني واقعدوا لهم كل ما صدم يعني إذا كنت يا نمسر أمي اعتوك دملا يا نامي ما جعل الله في الدين يعني ما أمنا يعني كلام ما يمكن أحكوا عن الدين بس هو الكلام رسام من يبيتني كنا كاد رب العزة وعدي هاي فرموتا كيف فرموتي وداي كا أي سكافري حيرما يا من الباء إما وعدي هاي كيف كا كي كاي وداي دين توي سيسين وعدي سنها بالكفر يقولوا يقال يمني يا مرة دين توي سيسين وعدي أي ساسين نفسي كاي